بالمناسبه برضو رجوعا للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه فيما يتعلق بلقاء الاهلي والوداد المغربي، عايز اقول لكم ان السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب اتكلم امبارح عن كل الاستعدادات المتعلقه بنهائي دوري ابطال افريقيا طبعا بين الاهلي والوداد المغربي، وقال انه تم عقد مجموعه من الاجتماعات مع رئيس اتحاد الكره المغربي والاجهزه المعنيه في المغرب لوضع اليه دخول الجماهير المصريه للمغرب لحضور المباراه، واكد ان في طبعا علاقات اخويه من قديم الازل ما بين المغرب ومصر، وطبعا نهائي افريقيا هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والجانب المغربي قدم كل التيسيرات الممكنه لتسهيل دخول الجماهير المصريه، وتم الانتهاء من كافه استعدادات استقبال بعثه النادي الاهلي وطبعا فندق الاقامه وسير التدريبات الى اخره، واحنا ان شاء الله كلنا ما عندناش ذره شك في حسن استقبال المغرب عموما كدوله وكشعب وكاشخاص معنيين وكجهات معنيه. طبعا احنا من زمان في حب متبادل جدا بين الشعبين المصري والمغربي، وان شاء الله اللقاء يكون جميل والمحبه متبادله ايا كانت النتيجه النهائيه لهذه المباراه اكيد بطبيعه الحال.